كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركة. السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ غاية لبس؟ انا صافا الحمد لله، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع نهار اليوم غادي نديرو مبسس تاع الطاجين، يجي بزاف بزاف شباب، مقادير مضبوطه موجوده في كل بيت ان شاء الله. هنايا عندي 3 كيلات تاع سميد، سميد المتوسط. انا عبرت بهذا الكاس، غادي نزيد الملح عليهم. الملح يكون عينك ميزانك. وعندي هنايا كيلة ناقصة ربع تاع دهان، راني مدوباته، وغادي نزيد نكمله بالزيت. ها هو، وغادي ندير الليدام على السميد تاعي ونبسه بالصغايه غاية. خص كاع دوك الحبات قاعد يتشمخو بهذوك الليدام بهذا الشكل. دخليه مليح ما بين صباعك. بلا ما ننساها تشوف قناتي لاول مره، نقولها مرحبا بك، ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنا راه عندي الماء، الماء ما نجمش نقول لكم شحال هي حتى تتلم لكم العجينه، ما تقعدش تتحل. دوك تشوفوا هنا راني ندخل في داك الماء مليح، وهنا قعدوا ديروا في الماء وحركوا بيديكم، ماشي ديروا ضربه واحده، خاطرش تاني لو كان تكثروا له الماء يجيكم يابس. شوفوا هنا راني نزيد الماء غير بشويه وندخل كل شيء مع بعض. هنا كنت لميته، شوفوا هذا هو القوام اللي نحصلوا عليه، هذا هو. هنا مش قاش تزيديه الماء باش ما يجيكش يابس كما قلت لك. هنا دروك غادي نحله، انا جبت العجينه تاعي وغادي نحلها بكف يدي، حلها مليح. وكي تحلوها بغيتو ديروا بالطابع ديروا، ما بغيتوش ديروا بالطابع ديروا غير بالخدمه كما انا غادي ندير. انا قلحت هذوك الزوائد قلت بعدين نعاودهم، بغيت الحبات يكونوا شويه نيشان. هنا كنت قادره ندير الطابع بصح ما بغيتش ندير بالطابع، ما خاطرش يبقوا لي زوائد بزاف وكون نقعد نلم فيهم ثاني كيجيني يابس. تما غير خطره وصاي هذوك الجوانب اللي كانوا وقسمت مربعات ولا معينات ولا كيما تبغوا نتوما. هنا راني دايره طاجين حمى، والسر تاعه تاع المبسس تاعك باش يجي شباب يليقك تزيدي له النار عفوا يليقك تزيدي له النار وتقعدي تقلبي فيه، خاطرش غادي تكون تقعدي منقصت له النار كشغل يشرب لك الطاجين كاع داك الزيت تاعك كاع داك ليدام، وما يجيكش زين، يجيك يابس. يليقك تزيدي له النار وتقعدي تقلبي فيه، غير تقلبي تما يليقك توقفي عند الطاجين وهو بالخف يطيب، ما يشدش تاني الوقت. هنا غادي نستف الحبه تاعي
شوفوا ما تحلتش معايا، ميم في الطاجين ما غاديش تتحل. هذا هو السمك تاعها، هنا غادي نديرها ديريكت في الطاجين. شوفوا الطاجين كي راه حامي، شفتوا؟ وانا تعمدت ما نحطش في الوسط، لخاطرش في الوسط تكون النار مجهده بزاف، على بيها درتها في الجنب وراني نقلب. شوفوا ما تحلك ما والو، شتو راني نقلب فيه نورمال، يليق لها الوقاف. بس تاع الطاجين يليق لها الوقاف باش ما ينحركش ثاني، وكي يطيب من الجهات في زوج توقفوهم هكاك ثاني باش يطيبوا ثاني من الجوانب، ما يقعدوا شويه خضر. هما طايبين غير حنا والفنا زعما نقوم هكاك حمر. وهذا هو الشكل النهائي تاعه في صحن التقديم. شوفوا كي جا هذا، هنا غادي نقسم لكم حبه باش تشوفوا الطراوه تاعها والهشاشه، جا بزاف شباب. ما تنجمو تخدموه كمشروع، يبغى تخدمه مشروع للمقاهي. شوفوا كي جا بالخوف، نقسم معايا جا يذوب في الفم، وثاني من الداخل جاي مفرز، ما جايش معجن، جا مفرز. هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو، ما بقى لي غير نقولكم تبقوا على خير وإلى اللقاء في فيديو آخر. سلام. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور، فمن بركاته عقل سليم ورأي صائب، فكر منير، ورأي صائب فكر منير.